السلام عليكم. شنو عندك؟ طبعا مثل ما تشوف سيادة المحقق، الضحية عمرها 26 سنة وهي طالبة جامعية، والمشتبه فيهم موجودين وراك. عطني نبدأ عنهم. أكيد هاني له سوابق ولقوه في مكان قريب من السوق، قريب من مسرح الجريمة، وأحمد هو عشيق الضحية. شوف قضية سهلة، خلني أعطيك الحقيقة اللي صارت. الخاتم اللي لقوه في يد الضحية مكتوب عليه اسم الضحية واسم شخص ثاني غير أحمد اللي هو عشيق الضحية، مكتوب عليه اسم عبد الرحمن، والواضح إن هاي الشخص اللي كانت تبي تتزوج الضحية. يا سلام. وأحمد عشيق الضحية بدافع الانتقام راح يستأجر قاتل مأجور اللي هو بهالحالة يكون هاني عشان يقتل الضحية. وأنا بصراحة ما عمري شفت مجرم غبي مثل هاني. بالبيزات اللي استلمها من أحمد سعر ارتكاب الجريمة، راح شرى جاكيت بقيمة 170 دينار من زارا وساعة رولكس بقيمة 500 دينار بس علشان يرتكب فيهم الجريمة. أوف، بس راح حليت القضية؟ طبعا الجريمة دائما لا تفيد وما في شيء يخفى على شيرلوك هولمز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سردام. في القرن 19 طلعت على الساحة الأدبية سلسلة من الروايات والقصص البوليسية من بطولة خيالية تعرف باسم المحقق شيرلوك هولمز، واللي ألفها الطبيب الاسكتلندي السير آرثر كونان دويل، واللي كان يعرف الناس أن هولمز هو محقق استشاري من سكان مدينة لندن يساعد رجال الشرطة على حل جرائم القتل الصعبة باستخدام مهاراته مثل التفكير المنطقي والقدرة على ربط الأحداث والملاحظة الدقيقة اللي كان بسبتها يقدر يشوف أصغر الأدلة في مسرح الجريمة اللي مستحيل أي شخص يقدر يشوفها. انجحت سلسلة شيرلوك هولمز في مدينة لندن وانتشرت على نطاق أوسع إلى أن انشهرت في العالم كله. ووقتها كان في سؤال واحد يدور في بال الكل، أن السير آرثر من وين استلهم شخصية شيرلوك هولمز؟ وقال لهم أني أنا استلهمت شخصية شيرلوك هولمز من شخصية حقيقية موجودة معانا اليوم اسمه الطبيب جوزيف بيل، اللي كان صديق للسير آرثر وكان يشتغل معاه في المستشفى الملكي في أدنبرا في سكوتلند. الدكتور جوزيف بيل بجانب انه كان طبيب كان محاضر واستاذ في الكليه الطبيه في جامعه ادنبرا في سكوتلند، وكان يقال عنه انه شخص غير عادي وشديد التفكير وقليل الكلام، ويقال انه يقدر يستنتج مهنه اي شخص حتى لو ما كان يعرفه فقط من خلال الملاحظه الدقيقه الخارجيه، يعني انه يقدر يعرف عملك او مهنتك فقط من خلال الملاحظه الدقيقه لشكلك الخارجي حتى لو ما كان يعرفك. تخيل. شعرك طويل ومربوط وفي مقص في يدك، معناته أنت حلاق تركي صح؟ والسبب في مهارات جوزيف بيل هو الجد أو الجراند فادر. جده كان جراح متخصص في مستشفيات الشرطة وكان عنده دور كبير في الملاحظة الدقيقة في التشخيص والخروج باستنتاجات مجنونة قادرة على ترك الذهول في عقل كل شخص وقتها. فالظاهر أن جوزيف بيل اكتسب هاي الشيء بالوراثة، وعلى أساس كل هالأشياء انبنى عليها مبدأ مصطلح الطب الشرعي في زمننا اليوم. تعريف مصطلح الطب الشرعي انه هو تخصص طبي فرعي يتم استخدامه في قضايا القانون الجنائي والمدني، ويركز على تحديد سبب الوفاة من خلال فحص الجثة. الطب الشرعي كان موجود في اوروبا من بداية القرن 18، ولكن ما كان مطور بحيث ان المحكمة ممكن تاخذه كدليل قاطع في حل قضايا او امور مصيرية مثل الكشف عن هوية القاتل او الجثة. في فيينا مثلا في عام 1804 كان في علماء مثل اوغست امبروزا ويوهان لودفيج وكارل ليمن كانوا مقتنعين قناعة تامة ان الطب الشرعي راح يصير ثورة في عالم الجريمة والتحقيق الجنائي، وكانوا يلقون بعض المحاضرات في الطب الشرعي لطلبة الجامعة والمحققين المبتدئين وحتى افراد الشرطة علشان ينتشر على نطاق اوسع، وكانوا يحطون كل جهودهم من اجل تطوير مجال الطب الشرعي. وفي بلد مثل أمريكا ما اقتنعت في الطب الشرعي إلا في عام 1959 بعد قرن ونصف من ظهور المجال نفسه، وتم الإقرار فيه بعد إصدار البورد الأمريكي في الطب الشرعي. وفي كندا مثلا اللي هي بجانب أمريكا تم الاعتراف فيه رسميا في سنة 2003 بعد 60 سنة تقريبا من الاعتراف الأمريكي، وخلوه تحت إشراف وتدريس الجامعة الملكية الكندية للأطباء والجراحين. ورغم إمكانيات الطب الشرعي القوية في حل القضايا إلا أن تأخر ظهوره في الكثير من البلدان. زين الحين خلونا نسأل سؤال، شنو هي طريقة عمل الطب الشرعي اللي خلت العالم كله يقتنع فيه كوسيلة أساسية في حل القضايا؟ في البداية خلونا نقتنع وقوع جريمة قتل وتم استدعاء الطب الشرعي. أول شيء راح يسويه هو تحديد وفاة الجثة،
لأن لو قدروا من تتبع خط سير الجثة تقريبا جزء كبير من قضية شبه انحل. مثلا في سؤال، احنا شلون بنعرف وقت حدوث الجريمة واحنا اساسا ما شفناها؟ في هالوقت اطباء الطب البشري راح يحددون ثلاث نقاط لفحص الجثة. واول فحص هو فحص تجمع الدم. الشخص لما يموت الدم ما راح يمشي في الجسم لان القلب واقف، والدم راح يكون متجمع في مكان ميلان الجثة نفسها. ولو حركنا الجثة وتحرك معاها مكان تجمع الدم معناته ان الشخص هاي متوفي من اقل من 12 ساعة، لان بعد 12 ساعة راح يكون الدم جاف ويصعب تحريكه من مكان الى اخر. الفحص الثاني هو فحص تصلب العضلات. العضلات في اجسامنا تكون منبسطة وفي حالة ارتخاء بسبب الطاقة اللي احنا نمدها للجسم عن طريق الاكل، ولكن في حالة الجثة بدون طاقة فالعضلات راح تتصلب بعد ساعتين من الوفاة. فلو فحص الجثة وتبين ان العضلات متصلبة معناته ان القتيل قتل قبل ساعتين بالضبط. الفحص الثالث هو يعتبر ادق فحص، وهو فحص حرارة الجسم. علميا الانسان لما يموت تقل درجة حرارة جسمه درجة ونص مئوية كل ساعة، وبما ان حرارة جسم الانسان الطبيعية تكون 37 درجة مئوية، فلو مثلا الطب الشرعي لقوا حرارة جسم الجثة 32 فبحسبة بسيطة تكون الجثة قد ماتت من 4 ساعات فقط. اسمع حد ذكي من المتابعين الاذكياء يقول زين لو صارت الجريمة في طقس بارد شلون راح يتعامل الطب الشرعي مع الوضع؟ طبعا الطب الشرعي راح يراعي هالاشياء او حالة الجو او الطقس، وما راح يعتمد على هالفحص فقط. ممكن راح يفحص البكتيريا او الديدان اللي ظهرت على جسم القتيل عشان يحدد الوقت التقريبي لوفاة الجثة، وراح يبحث عن اثار الكدمات او الخنق خلال المقاومة او حتى حمض نووي لشخص اخر علشان يحددون بالضبط ان هاي الشخص مقتول او منتحر، وحتى انهم يحللون الدم عشان يكشفون عن اي اثار للجرعات الزايدة مثل المخدرات. وممكن الفحص يمتد الى اماكن الى خارج جسم الضحية مثل مسرح الجريمة او مكان وقوع الجريمة للبحث عن اداة جريمة او اداة قتل ممكن يكون عليها بصمات او دم. وعشان كذي الشرطة مهم عندهم منع اي شخص غير مصرح له الى الدخول الى مسرح الجريمة او مكان وقوع الجريمة عشان ما يقدر يغير في الادلة. زين عندي سؤال. ايوه هاي المتابع اللي راح يوحقنا اسأل تفضل قول. لو ما في جثة مثل حالات الاختفاء او الخطف شلون بيقدر يتعامل معها الطب الشرعي؟ الطب الشرعي اول شيء راح يسويه هو فحص منزل الضحية وتفريغ الكاميرات سواء اللي كانت في المنزل او الطريق المؤدي للمنزل، والتحقيق مع الجيران والاصدقاء وحتى الاهل. والطب الشرعي يقدر بعد ما يشك في مكان يعرف انه كان في هناك دم ونمسح من خلال اختبار بسيط، وهو ان يرش على المكان مركب كيميائي يسمى بمحلول اللومينول، وبعد وضع القطن على المركب لو تحول للون الازرق المتوهج معناته كان في هناك دم ومسح، وهاي لان الدم فيه كميات بسيطه من الحديد داخل بروتين الهيموغلوبين اللي ينشط محلول اللومينول ويخليه يشع باللون الازرق وينور مثل ما انتم منورين عليه حياتي. وفي معلومة غريبة، تخيل أن ممكن بعض التصرفات داخل مسرح الجريمة مثل ألوان الملابس أو الأثاث أو الأكل أو الصور وحتى الشراب ممكن يستنتج منها الطب الشرعي الحالة النفسية للقتيل أو المجرم. في كتاب The Real Silent Witnesses، الشهود الصامتون الحقيقيون، يقول المؤلف ويسلي كلاركسون أن الطب الشرعي لعب دور مهم في حل أعنف القضايا في العالم في كل مرة، ولكن ما زال يحتاج إلى أدوات قوية للابتعاد عن الأخطاء اللي ممكن تأتي بالسمعة السيئة للطب الشرعي. فمثلا خلونا نفترض أن في شخص قاعد في كوفي شوب وطاحت منه شعرة على الكرسي، وبعدين راح ويا شخص تاني وقعد على نفس الكرسي ولصقت فيه نفس الشعرة، وبعدها راح وارتكب جريمة قتل وطاحت منه الشعرة في مسرح الجريمة، وأثناء فحص مكان وقوع الجريمة لقوا الطب الشرعي نفس الشعرة، فهل بيتم إدانة الشخص البريء اللي أساسا ما راح إلى مكان وقوع الجريمة فقط من خلال وجود الشعر الخاص فيه داخل مكان الجريمة؟ سؤال صعب ومحير في نفس الوقت، ولكن اللي ما حد يختلف عليه أن الطب الشرعي أداة قوية للكشف عن الحقيقة مهما كانت الحقيقة مخفية أو القضية معقدة. وفي النهاية علشان تعرف أكثر عطني لايك وشير وسوي سبسكرايب وتابعني في الحلقات الجاية، وإذا عندك أي شيء اكتب لي تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.